أحبتي لكارن، الثقافة لابد أن نتعلمها دائما، والبيئة الخصبة التي فيها كوادر تساند وتعطي منها أو تعطي لمجتمعها من الثقافات كثيرة، وكذلك لابد الفرد أن يتقبس أو يقتبس الثقافات بنفسه. يعني من المهم أنه إنسان دائما يحاول هو يثقف، مرات لا المجتمع هو يضيف لفت شيء من الثقافة، والثقافات متعددة وكثيرة، منها الثقافة الاجتماعية، منها الثقافة الدينية الاقتصادية، الثقافة الدينية طبعا أهمها، وتثقيف العقيدة جيدة جدا أهم. هاي طبعا الناحية الداخلية نحكي، الثقافة الدينية من الناحية العقلية صحيح. من نحكي نقول الثقافة العقائدية يعني القلب صح. الروح، من نحكي الثقافة الدينية يعني العقل، أنه أتعامل مع ديني من الناحية العقلية، والثقافة الاقتصادية جدا مهمة، والثقافة السياسية أيضا جدا مهمة، وثقافة التعامل وثقافة الأتكيت وثقافة، يعني هاي الأمور جدا مهمة، وثقافة كيف أتعامل مع جسدي هذا جدا مهم، يعني كيف أتعامل مع صحتي، كيف أتعامل مع أقاربي، مع جاري، هاي كلها ثقافات فالمفروض نتعلم. اليوم عندنا فقرة ثقف نفسك، فقرة جدا مهمة اللي دائما نتناول بها مواضيع ثقافية نحاول نغذي بها عقولنا وأنفسنا إن شاء الله. اليوم حضرناكم فاكهة إن شاء الله، وأنتم كلكم فواكه طيبة، فاكهة الأفوكادو. هي فاكهة حقيقة تزرع في مناطق استوائية وشبه استوائية، خصوصا بأمريكا على ما أظن ينزرع، أستراليا، ولاية فلوريدا يعني قاري عنها، هاي المناطق اللي تكون شبه حارة واستوائية الجو مالتها ينزرع بها الأفوكادو، مهمة جدا وغنية تقريبا على ما أظن الفاكهة هاي تقريبا جتنا جديدة، يعني احنا مو من زمان يعني حقيقة ناولناها، يعني صار لها كم سنة. الأفوكادو هي فاكهة غنية بالعديد من العناصر الغذائية، وتقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، ومنها خلينا نعددهن، واحدة من عدن غنية بالدهون الصحية، يحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة، وهذا يحتاج إلى أيضا بحث، لأنه أكو ثنائية وأكو أحادية، إنسان يتأثر جسده بالثنائي، مثل حمض الأوليك الذي يمكن أو يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب، إن شاء الله صحة وعافية على قلوبكم أحبتي. ثانيا مضادات الأكسدة، الأفوكادو يحتوي على مركبات مضادة الأكسدة مثل اللوتين والزياكساثين التي تساعد في حماية العينين وتقليل خطر مرض التنكس البقعي. ثالثا فيتامينات ومعادن، يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات مثل فيتامين كي وفيتامين إي وفيتامين سي وفيتامين بي، وبالإضافة إلى معادن مثل البوتاسيوم. رابعا الألياف الغذائية، الأفوكادو مصدر جيد للألياف ما يساعد في تحسين الهضم ويساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وخامسا دعم صحة القلب كما ذكرناه في أول نقطة. تناول الأفوكادو يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد. سادسا تحسين الامتصاص الغذائي، يمكن أن يساعد الأفوكادو في تحسين امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين أي ودي وإي وكي. سابعا تقليل الالتهابات، يحتوي الأفوكادو على مركبات مضادة للالتهاب مما يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.